السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة المعلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سوف أريكم من خلاله طريقة سهلة من أجل استرجاع كلمة المرور في حالة نسيانها. ففي حالة نسيان كلمة المرور هناك حالتان. الحالة الأولى هي توفر التلميذ على البريد الشخصي في المتمدرس، بمعنى في موقع متمدرس. فإذا كان التلميذ يتوفر على البريد الإلكتروني في المتمدرس، ما عليه إلا اتباع الخطوات التي سأذكرها الآن. أول خطوة هي أننا ندخل إلى الموقع ثم نضغط على نسيت كلمة المرور، نضغط على نسيت كلمة المرور، ثم بعد ذلك ندخل رقم مسار هنا، ثم نضغط على كلمة بحث، ثم بعد ذلك تأتي هذه المرحلة الموالية التي نقوم فيها بإدخال بريدنا الإلكتروني، حيث أن هنا رسالة: المرجو التأكد من البريد الشخصي من أجل إرسال القين السري. إذن فيجب علينا أن ندخل البريد الإلكتروني الذي يكون مسجلا في موقع متمدرس، ثم ندخل رمز التحقق، ثم نضغط على إرسال. بعد ذلك ستظهر الرسالة التالية: تم إرسال كلمة السر إلى بريدكم الإلكتروني. إذن كما تلاحظون فهي بالأخضر هنا. إذن فالرمز السري قد تم إرساله إلى البريد الإلكتروني الخاص بالتلميذ. إذن فعندما ندخل إلى البريد الإلكتروني الخاص بنا سوف نجد الرسالة، ثم كذلك نجد القن السري أو لا المود باس اللي غادي ندخل به للموقع. الحالة الثانية هي عدم توفر التلميذ على البريد الشخصي في المتمدرس. إذا قلنا الحالة الأولى توفر التلميذ على بريد إلكتروني في متمدرس، الحالة الثانية عدم توفر التلميذ على هذا البريد. إذا يجب على التلميذ اتباع الخطوات التالية. أول خطوة هي نفس الخطوة ديال المرحلة الأولى، الضغط على نسيت كلمة المرور. بطبيعة الحال هذا بعد الدخول إلى الموقع، نضغط على نسيت كلمة المرور، ثم نقوم كخطوة ثانية بإدخال رقم مسار، ثم الضغط على بحث. المرحلة الثالثة مسك المعطيات الشخصية، بحيث أنه يجب أن تكون هذه المعطيات متطابقة مع المعطيات الممسوكة في مسار، بمعنى لا يجبون أن يكون هناك اختلاف، بمعنى تكون نفس المعلومات، تكون صحيحة ومضبوطة. إذا فكما تلاحظون هنا رمز مسار، ما علي إلا أن أعبئ هذه الخانات. الخانة الأولى أكتب اسمي بالفرنسية، أكتب اسمي الشخصي بالفرنسية، ثم هنا اسمي العائلي بالفرنسية، تاريخ ازديادي، ثم أدخل كذلك معدل الدورة الأولى، ثم أضغط على تحقق، أضغط على تحقق. بعد عملية التحقق من أن هذه المعطيات متطابقة مع المعطيات الممسوكة في مسار، ستظهر رسالة تطلب من التلميذ الإدلاء بالبريد الشخصي. إذن ها هي الرسالة: هذا الرمز لا يتوفر على أي بريد شخصي، المرجو ملء المعلومات التالية من أجل التحقق، بمعنى
أنه يطلب مني ملء المعلومات من أجل التحقق. إذن ماذا سنفعل؟ سوف نكتب البريد الإلكتروني، إذن المعلومات تأكد بأنها صحيحة، ثم طلب مني ماذا؟ طلب مني أن أدخل بريد إلكتروني شخصي. من أجل ماذا؟ من أجل استرجاع كلمة المرور. إذن سوف أدخل البريد الإلكتروني الشخصي، ثم أدخل رمز التحقق هنا، ثم أضغط على كلمة إرسال. إذن بعد الإرسال ستظهر الرسالة التالية: تم إرسال كلمة السر إلى بريدكم الإلكتروني كما تلاحظون هنا بالأخضر. ثم سوف نذهب إلى بريدنا الإلكتروني، سوف نجد الرسالة بطبيعة الحال، ثم الكود داكتيفاسيون بطبيعة الحال كما تلاحظون قد تم إرساله إلى البريد الإلكتروني بطبيعة الحال. سوف أخذه من هنا وأستعمله في الموقع من أجل الولوج إلى الموقع بكل سهولة. إذن كانت هذه هي الطريقة التي نسترجع بها القن السري من أجل الدخول إلى الموقع. بطبيعة الحال إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك، ثم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ثم لا تنسوا كذلك مشاركة الفيديو مع زملائكم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.